السلام عليكم، مرحبا بي عندكم، مرحبا بكم عندي في فيديو. اول مره تسمعوا الصوص ديالي، خياطه سلمى، خياطه تقليديه والطرز، فن الطرز. اليوم هنقدم لكم الجديد ديال جلباز، تعصاب، جهر. كيف كتشوفوا جلابة في البناني او الاصفر كناري، زوعة ديال التعصاب، نبت بالاحجار الكريستالية، الزمرد، شي حاجة رائعة. اتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هذه كما شفتوا كنت حطيتها في الباج، حتى هي بتعصاب، زبع كبير والبرشمان. اتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ذلك في البلومارين، مطروزة بالنحاسي كيف كتشوفوا، طاز الرباطي الماكينة. بالنسبة للخياطة بالنحاسي، طوندونس ديال هذا العام هو النحاسي، هو اللي هيكون. تشوفوا الدرز اللوزات وهاد الزمرد اللي ولا جديد دابا، كل واحد وشنو كيسميه. هذا شعوركم الاسم ديالو. كيف كتشوفوا المحل ديالي، صباح لي عملت لكم فيديو كنتو شفتوه.